أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. مشاهدينا، نقدم لحضراتكم الآن عرضا مختصرا لمضمون وتفاصيل ما لدينا في هذه الحلقة. في البداية سنكون مع مقاطع تثبت استخدام القوات الحكومية لرشاشات ثقيلة استهدفت المتظاهرين السلميين في بغداد وميسان ومحافظات أخرى، ثم إلى متظاهر يصرخ بوجه الحلبوسي ويهتف ضد الأحزاب الحاكمة، وشباب يطالبون بحل الحكومة والمجالس وتغيير الدستور، ثم إلى حال أهالي معتقلي سجن الناصرية وحديث لهم عن سوء المعاملة وقت الزيارة وانتشار الأمراض بين عديد المعتقلين، والختام سيكون عن عالم رياضيات عراقي حاصل على شهادات عليا ينتهي به الحال إلى دار الرشاد للعجزة في بغداد ولا يجد أدنى رعاية أو اهتمام. إذن نستمر بعرض ما يتم استلامه من فيديوهات يرسلها مواطنون ونشطاء لنا عبر نافذة أنت ترى. في اللقطات القادمة المصورة أثناء القمع الحكومي نشاهد جانبا من التظاهرات ويبدو فيه القمع واضحا تحديدا في بغداد وعلى وجه الخصوص قرب جسر محمد القاسم. اللقطات تظهر استخدام القوات الحكومية للرشاشات الثقيلة واستهدفت بها الكثير من المتظاهرين العزل. والحال نفسه في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، حيث وثقت كاميرا المتظاهرين استخدام القوات الحكومية أيضا لأنواع عديدة من الأسلحة الثقيلة ضد المتظاهرين. لا لا حي حي لا حي وقت حي حي هكذا تواجه الحكومة في بغداد، هكذا تواجه العراقيين العزل. الآن إلى زوار أربعينية الإمام الحسين رضي الله عنه في كربلاء وهم يهتفون ضد الفساد الحكومي متحدين قناصات الحكومة الحالية الذين استهدفوا المتظاهرين بحسب نشطاء وبحسب ما سنشاهد في الصورة. Yeah.
لا انا ما يحكم ما يحكم ويا قناص ويا قناص ويا قناص وين تروح يا ذل الحرام وين تروح يا ذل الحرام. الان الى موضوع اخر ولكن في اطار التظاهرات والاحداث الجاريه في العراق طولا وعرضا وفي مقطع لم يعرض سابقا من اجتماع رئيس البرلمان مع من سماهم ممثلي التظاهرات والمسرحية التي خرج لنا بها ومعه وسائل الإعلام الداعمة للحكومة. خرج لنا مقطع يوثق أحد المتظاهرين وهو يصرخ في وجه الحلبوسي ومن معه هاتفا ضد الأحزاب الحكومة وضد فسادها. وفي مقطع آخر من محافظة بابل لاجتماع أعضاء مجلس المحافظة مع بعض الشباب المتظاهر في المحافظة كان هذا كلام أحد شباب التظاهرات وقال لهم بالحرف الواحد: مطلبنا واحد، حل الحكومة والمجالس وتغيير الدستور. نتابع. أمام الناس ندير الحسابات أمام الناس ونشوف المقطع. أنا أريدها أمام الناس. لا لا أنت شوف واحد. أنا واحد ماشي على راسي 3 ملايين. رحم الله والديك رحم الله والديك 3 ملايين يعني وصلنا 5-6. كم واحد أنتو؟ كم عضو؟ 31. كم عضو؟ 31. ثلاثة في 31 أغير الدستور؟ تقدر تتنازل عن راتبك؟ مطالب الجماهير وحدة وكلكم تعرفوها مطلب رئيسي إلغاء البرلمان، مطلب ثانوي إلغاء مجلس المحافظات. إذا كان واحد فاسد أو مو فاسد كلها تلغي. رواتبكم تقاعد كله يروح. حمايات أنت منتخب من أنا انتخبتك أطلع بتكسي بالشارع لا تطلع بي. الآن إلى فيديوهات تظهر حال أهالي المعتقلين في سجن الناصرية وهم ينتظرون إدخالهم لمقابلة أبنائهم المعتقلين. قاعدين ندعين ونجينا سوا رياض 10 دعاوى على شنو هو أنا؟ شنو ذنبي أنا؟ حكومتنا مشغولة حكومة صعبة على الأطفال حكومة في عيون لا يعطونهم أكل لا شيء. طبعا كلها مرتشية هنا تجين من الأقل من السجون للقضاة للشرطة كلها كلهم هذول النايمين أهل المحافظات اللي جايين منين يطبقونهم؟ نشطاء عراقيون علقوا على هذه الصور وقالوا هكذا للأسف تتعمد الحكومة إذلال الشارع العراقي، هكذا تعامل المرأة العراقية، المرأة التي صمدت جنبا إلى جنب إلى جوار الرجل، المرأة التي أسهمت حثيثا ولا تزال تسهم في بناء الوطن، هكذا تتعمد حكومة عبد المهدي إذلالها. الآن الأهالي الذين شاهدتموهم وأهالي آخرون يتحدثون عن سوء المعاملة لهم عند زيارة أبنائهم المعتقلين وأيضا تحدثوا عن سوء المعاملة التي يجدها أبنائهم في السجون إلى جانب حديث خاص عن انتشار الأمراض وسوء التغذية في الوقت الذي تزدحم به سجون العراق بالأبرياء الذين اعتقلوا بتهم كيدية. على إذاعة الناس
مالك شغله عوف يطيب رحلك وقعدي. انا بالي يطلعون ليش تسوي هذا هذا السر الطويل هذا الجهال هذول خاصه الجهال اللي قاعد اللي يحب يقول كلمه يتفضل والله. احنا اهالي المعتقلين الناشد الحكومه بعفو عام عن جميع المعتقلين كلهم ضالين طبعا. طلع عمل نص دعوة الحين. وصق للناس اللي قاعدة بيه والله العظيم لا كشي لا أبد لا احترام للناس لا احترام للسجين. بس اخذ فلوس وجيب وودي وشي وهاي الناس يعني ماتت وين تروح؟ هذا احنا العالم المحتقلين هو؟ يابا والله العظيم المحتقلين صار لي مستدر صار لي جراب حال الضيف حال يعني حال هاي الاطفال هاي هكذا إذن تعامل حرائر العراق يجبرن على افتراش التراب يجلسن على الأرض لا يجدون أي عنصر أمن ينظر لهم بعين الشفقة أو المسؤولية أو أن يراعي كبيرات السن منهم للأسف. لك الله يا عراق ولكم الله أيها العراقيون. العراق بلد العلم والعلماء ومركز العالم القديم وعلماء العراقيين العلماء العراقيون معروفون ووصل علمهم إلى بقاع الأرض، لكن بعد 2003 صرح التعليم دمر بالكامل وتعرض العلماء للاغتيال والتهجير من قبل الميليشيات. العالم جميل حميد إيليا هو عالم رياضيات وحاصل على شهادات فوق الدكتوراه، ينتهي الأمر به في دار الرشاد للعجزة في بغداد دون عناية أو اهتمام، وجل ما يطلبه الآن ملابس تقيه برد الشتاء. جامعة بغداد قريتها خارجي. Are you serious? Yes, I am serious. Medicine, I studied medicine. The rest of الطب والهندسة. In which college? I don't want to talk. Prove that. Oh, really? I have certificates from the government regarding... Which government? Iraq. Government of Iraq regarding my scientist in mathematics. Besides, I improved the airplanes of Iraqi Airways. صلحته. صح يعني طورت الطائرات بالخطوط الجوية العراقية أضفت لها جهاز. الآن لما تروحون للمطار كلهم نريد نشوف الاختراع مع العمو جميل اسمي جميل حميد إيليا. تروحون هناك على المطار وقولوا لهم anyway now did you need something? Yeah, no, thank you very much. I need another coat. Another coat? Pantaloon. Trouser? هذا أحد علماء العراق مع الأسف مردين في دار المسنين رشاد. المهمش المنسي المظلوم المضطهد العالم العراقي جميل محمد أو جميل حميد إيليا هكذا واقعه الآن. هذا الدكتور يتحدث عن الشهادات الحاصل عليها والتي سرقت منه عندما كان خارج دار العجزة، علما أنه ذكر بالفيديو الذي عرضناه أنه ساهم في تطوير جهاز لتنقية الهواء في طائرات الخطوط الجوية العراقية. خاصة تمنح هذه الشهادات هاي فوق الدكتوراه، يعني أنطي محاضرات. أنا في روسيا كنت أنطي محاضرات في الجامعات الروسية لما كنت طفل، أروح أقدم اختراعاتي للجامعات الروسية حتى يتعلموها.
لك أن تحكم على حاضر أي بلد استناداً للطريقة التي يتعاملون بها مع علمائها وأهل العلم، وهذا النموذج يضعك أمام مفترق طرق، يضعك أمام مسؤولياتك حتى تخاف على أبنائك، على فلذات أكبادك، على واقعك، على مستقبلك. كيف سيكون الحال مع من يتعاملون مع علماء العراق الذين حفروا أسماءهم على جدار التاريخ؟ كيف سيكون الحال معهم إذا ظلوا يتعاملون مع العراقيين بهذه الصورة؟ بعض من الأساتذة رأوا بإيجابية أن يزوروا الدكتور إيليا واختبروا قوته بالحساب والرياضيات، وكانت هكذا النتيجة. نتابع. وصلنا الآن فقرة آراءكم. أعلنت مصادر طبية في مدينة الطب ببغداد وفاة متظاهر آخر من بغداد متأثراً بجروحه من جراء إطلاق النار الحي من قبل القوات الحكومية والميليشيات خلال انتفاضة تشرين عليه، في الوقت الذي دعا به عبد المهدي أنه سيتم معالجة جرح التظاهرات في الخارج. صور الشاب العراقي الذي قتل برصاص القوات الحكومية، وذنبه الوحيد أنه أراد لبلاده الحرية، أراد للعراق الخدمات الإنسانية التي تليق بقدر وكرامة العراقيين، فكان جزاؤه رصاصة اشتريت بأموال العراقيين، وكان من المفترض أنها حصل عليها حتى تحمي العراقيين لا أن توجه إلى صدورهم، لكنها وجهت إلى صدور العراقيين ممن يسمون عراقيين للأسف. الآن نذهب وإياكم إلى المنشورات التي كتبت تعليقا على استشهاد هذا الشاب متأثرا بجروحه. في التعليق الأول عمار يكتب: الله يرحم الشهداء وربي يشفي المريض، إذا الشاب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، تضحيات اللي استشهدوا هي بداية ثورة هذا الشعب المظلوم. إلى منشور ثاني: من يسمي نفسه جرح الزمان يكتب: ليش بس مكتوب على شبابنا بس القتل والتهجير؟ شو وقت رح يرتاحون؟ سؤال موجه إلى من يهمه الأمر. عبد الرزاق يكتب: مآسي العراقيين لا ولا تعد بفضل حكوماتهم العميلة. إلى منشور رابع: من يسمي نفسه محبوب عراق يكتب: إن شاء الله دمه لا يضيع، موعدنا 25 للثائر لدماء الشهداء. الآن إلى المنشور الخامس. في هذا المنشور قصي هادي يكتب: الرحمة للشهداء الانتفاضة المباركة والخزي لقاتليهم. إلى المنشور الأخير نذهب وإياكم الآن إلى آخر منشور معنا، وهو لمن تسمي نفسها نسمات عطرة وتكتب: حكومة كاذبة تتاجر بأرواح العراقيين لكن موعد زوالهم قريب. كانت هذه حالة غضب لا تزال تتأجج وتتماوج في الشارع العراقي. هذا كان الحال على فيسبوك، وكذلك الحال على أرض الواقع، وكذلك أيضا في موقع تويتر. ينتظرنا هناك هاشتاغ العراق ينتفض. ابقوا معنا. إذن العراق ينتفض، هذا هو الوسم الإلكتروني أو الهاشتاغ الذي نشط على موقع تويتر خلال الساعات القليلة السابقة. أعزائنا المشاهدين، نقرأ عليكم الآن أبرز أربع تغريدات اخترناها لكم لشباب عراقيين غردوا على هذا الهاشتاغ العراق ينتفض.
سلوى تكتب: لا يوجد لدى حكومة عادل عبد المهدي وكل حكومات ما بعد 2003 ما يمكن تصديقه. بيانات أجهزة الأمن وحشد خدم إيران كاذبة وفبركات. حكومة فاسدة تقتل المتظاهرين وتغيب الأبرياء منذ سنوات. مصيرها سيحدده الشعب. الآن إلى تغريدة ثانية وكتبها محمد يقول فيها: ثورتنا مستمرة ضد كل الفاسدين وكل من يريد الخراب لبلادنا من أجل مستقبل أفضل لأولادنا. الآن إلى تغريدة ثالثة كتبتها كريمة، تقول فيها كريمة: الوعي السياسي ازداد لدى شعبنا العراقي، ولم تتمكن الحكومة العراقية من التلاعب بعقولنا مرة أخرى، ولن تنجح في تهدئة الأوضاع بوعود وأكاذيب لا وجود لها من الأساس. العراق ينتفض. وفي التغريدة الأخيرة مقتدى العبدلي يكتب: سنخرج يوم 25 من أكتوبر تشرين الجاري، وسندوس على كل الخطوط الحمر. العراق ينتفض، وكثيرون ينتظرون ليروا مآلات ما سيحدث في يوم 25 من هذا الشهر. مشاهدينا، بعد قليل ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة في تواصل دوت كوم، وهي فقرة الفيديوهات المتنوعة. الاحتجاجات والانتفاضات ليست في العراق فحسب. نأخذكم إلى لبنان، وهناك الاحتجاجات تتصاعد واستقالة 4 وزراء. نتابع. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشباب لن يكل همه أن يستقل. لأن الناس الموجودة في الشارع لا تنتمي إلى طائفة أو حزب أو تيار أو فئة معينة، بل تعبر عن كل لبنان وتجسد تطلعات جميع اللبنانيين. من يهرب من تحمل المسؤولية أمام الوضع القائم يجب أن يحاكم. وللأسف تجد من يطالبون بمحاكمة الشعوب. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إلى اللقاء.